بصح زادت تا دير 420 دينار 42000 في البلاصة. زوج عطي لي 4000 ولا 5000. اه اخو تيزي سيد 2000 عام. كل من سافر عبر الحافلات انطلاقا من المحطة البرية خروبة بالعاصمة وقف على زيادات في تسعيرة النقل، ارتفاع تراوح بين 20 دينار و500 دينار حسب بعد المسافة. فيه 730 درك راه ولا 820، دونك سي سي لا ديفيرونس دو 100 دينار. انا رايح لباتنا ان شاء الله. رايحين لتبسة كنا نخلصوا 92000، اليوم خلص 110000. بزاف اختي دوزميل والله غير ضرونا. دونك حنا رانا رايحين لبجايه شغل اليوم لو بي دو فواياج زادوا له في لو بري كان 45 ولا 51. 90000 نورمالمون درك اليوم تفاجأت انا حقيقة لقيتها 109000 ولا. رغم اعلان وزارة النقل عن تلك الزيادات منذ اسابيع الا ان المسافر تفاجأ بها ووصفها بالمجحفة. المونطاسيون نقدر نقول لك مجحفة في حق المواطن الجزائري بزاف. حتى الاسباب تاع الزيادة هذه مش معروفة، الا كان يقول لك في الزيادة نتاع الغازوال تاع البنزين ولا المازوت، يعني حتى الغازوال يعني ما زادش بزاف بارابور بارابور ليسونس. الغازوال يعني براسك واحد 2 دينار يعني مش زياده اللي تزيد عليها انت، تزيد عليها 100 دينار ولا 100 دينار ولا مغير. وراهم كل مره راهم يزيدوا لنا. اللي مش خدام كيفاه يدير؟ ما فهمش كيفاه يدير اللي مش خدام هذا، غير زياده 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 بالليل ونهار ترقد تنوض تصيب روحك مانيش عارف كيفاه. شحال زادوا لكم؟ زادوا لنا 20000. على عكس المسافرين الذين تذمروا من الزيادات، مسؤولون عن المحطات البرية يصفونها بالطفيفة. لذلك تم الاتفاق على مبدأ أساسي هو مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي من هذا المنطلق كانت زيادات طفيفة طبعا على مستوى كل المسافات. ها هو المواطن يصبح على زيادة جديدة تثقل كاهله، فبعد الزيادات في المواد الاستهلاكية يأتي الدور على الخدمات.